يو السلام عليكم يوتيوب، كيف الحال؟ ايش الاخبار؟ واهلين فيكم في فيديو اليوم. واخيرا خلصنا تحدي التنشيف. ايوه يا جماعه، تحدي التنشيف 50 يوم وسط الحجر، والحياه كانت صعبه وقدرت انشف واوصل لمستوى جدا حلو. والحاجه الحلوه الثانيه انه سوينا تحديث لموقع انمارفيت، كل البرامج اتحدثت، الانظمه الغذائيه اتحدثت، الان صارت التمارين مشروحه بالفيديو يوم بيوم، وبشرح لك اداء التمرين كيف تسوي، زاويه الكوع، زاويه العضله، كل شيء صار مشروح، والنظام الغذائي محسوب، السعرات الحراريه، الماكروز، وفي اختيارات عشان لا تطفش، وبرضه حط لكم اختيارات من المطاعم. اليوم كنت برا مع اهلك مع اصحابك، تقدر تاكل معاهم واكلك محسوب وما بتكون بتخرب. اذا حابب تشترك واكون مدربك ادخل على اللينك تحت انمارفيت.com واختار البرنامج المناسب، وكل البرامج اشتراكها مفتوح مدى الحياة، وزي ما انتم شايفين كل ما بيصير تحديث او ابديت بيكون مجاني. طبعا بدأنا تحدي التنشيف، كان وزني 78 كيلو، نسبة الدهون كانت في حدود 16 اتوقع تقريبا، والان نزلت نزول مرة قوي. خلونا نشوف كيف كان وزني وشكل جسمي في اول يوم في التحدي قبل ما يبدأ. اذا ما انت مشترك سوي سبسكرايب، اشترك في القناة، وخلونا نبدأ الفيديو. الحين شفت المستوى اللي كنت فيه اليوم، خلونا نشوف اليوم كم وزني وكيف شكل جسمي وايش الاشياء اللي سويتها في هذه الفترة. بسم الله. الله يا جماعة، وزني 71.6، يعني نزلت اكثر من 6 كيلو، تغير مرة قوي. صح انها 50 يوم تقول المفروض تنزل اكثر، ولكن انا اصلا وزني كان 78، يعني وزني ما هو عالي، كان نسبة الدهون تعتبر متوسطة، فيعتبر جدا انجاز قوي. ودحين خلونا نشوف جسمي اليوم. ودحين جاء الوقت تشوف المستوى وجسمي اللي وصلت له اليوم. الحين ايش الاشياء اللي انا سويتها بالضبط اللي ساعدتني اوصل لهدفي في فتره الحجر؟ الحجر كان صعب، ما في ادوات زي النادي، ما في حماس زي النادي، والحمد لله قدرت اوصل. اول حاجه سويتها اللي هي اكلي، كنت احسب اكلي يوميا، تاكل اكل عشوائي ما في نتائج، حتى لو انت جالس تاكل اكل صحي برضه ممكن ما في نتائج، ممكن صحن سلطه كميته جدا كبيره بيصير فيه 1000 سعره، صحن سلطه ثاني في 500 في 200، فلازم تحسب اكلك بالسعرات الحراريه والماكروز عشان تمشي صح. فترة تنشيفي أنا كانت 50 يوم، قسمتها 3 أقسام، 20 يوم 20 يوم وآخر شيء 10 أيام. أول 20 يوم كانت تقريباً 2000 سعرة، ثاني 20 يوم كانت 1900، وآخر 10 أيام كانت 1800، يعني أنا ما نزلت أقل من 1800 سعرة أبداً. كنت ماشي على نظام الصيام المتقطع، كنت أصوم 14 ساعة، مو كلها وأنا صاحي، في 8 ساعات بتكون وأنا نايم والباقي وانا صاحي، يعني كانت تقريبا 8 ساعات و6 ساعات، المجموع يطلع 14 ساعة. كنت انام الساعة 2 في الليل، يعني شوية اسهر، انام الساعة 2، طول فترة النوم انا صايم من الساعة 2 للساعة 10 الصباح، وبعدها من 10 الصباح ل 4 العصر اصوم، بس اشرب موي او ممكن قهوة من غير سكر، بعدها ابدا اكل وجباتي، بتكون 3 وجبات، بقسم سعراتي على دي الثلاث وجبات تكون وجبات كبيرة. بالنسبة للحركة او الكارديو اللي كنت بسويه، اول حاجة لازم يوميا امشي 10000 خطوة، في تطبيق على الجوال اسمه ستيبس او اي تطبيق تحبوه او ساعة تحسب لكم الخطوات، حاول تمشي كل يوم اكثر من 10000 خطوة، خصوصا في فترة الحجر لانه ما بنتحرك زي الايام العادية، فال 10000 هذا شيء مفروغ منه لازم تمشيه يوميا. بالنسبة لتمريني كنت اتمرن 6 ايام في الاسبوع،
بست ايام اتمرن واخذ يوم واحد راحه. حتى يوم الراحه كنت امشي فيه 10 خطوه. تمريني كان تمرين حديد عادي، كنت ماشي على جدول دفع سحب ارجل، يوم الدفع صدر اكتاف تراي، السحب ظهر وباي ورقبه، الرجول كنت العب رجول وبطن وارجع عيده مره ثانيه، دفع سحب ارجل واخذ يوم راحه. حاجه ثانيه كنت اسويها اللي هي النوم، لازم ترتاح. اذا انت جالس تتمرن تمرين قوي وقاعد تسوي كارديو فلازم ترتاح عشان تشوف نتائج حلوه وتصحى ثاني يوم فيك حماس، فيك نشاط، وفيك حيوية انك تسوي تمرينك وتكمل التنشيف. لو نومك ملخبط تصحى انت مكتئب مالك نفس، حتقوم تخبص تبغى تاكل. بالنسبة للمكملات اللي كنت باخذها، ما كنت باخذ اي حارق دهون او فات بيرنر، كل اللي كنت باخده كرياتين. كرياتين 5 جرام في اليوم بتحافظ على الكتلة والحجم العضلي. وحتى صراحة اخر اسبوعين او 10 ايام وقفته لانه خلص من عندي وما طلبت واحد تاني، فبرضه ما هو اساسي ولكن يساعد. الشيء صراحة اللي انا كنت معتمد عليه دائما اللي هو البري ورك اوت، منتج الطاقة. ما هو ضروري ممكن تاخذ قهوة، لكن انا احب البري ورك اوت ومتعود عليه من وانا عمري 16 سنة اخذ منتجات الطاقة، في جسمي متعود عليها وعلى النشاط حقها وتدخلني مود مرة حلو. حاجة تانية كنت باخذها مجموعة الفيتامينات المالتي فيتامين، لانه لما السعرات بتنزل بصير ما باكل فواكه، لانه الكارب حقي اوقات بيكون 100 جرام في اليوم، فمستحيل 100 اضيع 30 منها على فاكهة، فافضل اكل اشياء تشبعني، فالفواكه ما كنت باكلها كويس، عشان كذا باخذ مالتي فيتامين مجموعة فيتامينات، وباخذ المعادن اللي هي الزنك والمغنيسيوم برضه جدا مفيدة في رحلة التنشيف او التضخيم. واخر شيء فيتامين سي لرفع المناعة، وفيتامين د برضه يرفع المناعة ويزود كثافة العظام. واخر حاجه اللي هي زيت السمك او الفيش اويل لصحه المفاصل القلب والجلد. وترى على فكره كنت كل حاجه اسويها قاعد اصورها في سناب شات يوميا، اكلي وزني كل يوم اصور لكم. هو فانت ما بتتابعني في سناب، هذا سناب شات حقي ضيفني، بتشوف يومياتي كلها، فتره التنشيف، التضخيم، تمريني، لما بخرج، اي شيء بسويه بصوره. فاذا انت تبي تعيش حياه صحيه وتتحمس لازم تضيفني في سناب شات. هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله اكون حمستكم حفزتكم تبداوا بدايه جميله وحلوه. وزي ما قلت لكم صار تحديث لموقع انمارفيت، فاذا انت حابب تشترك اللينك موجود تحت في صندوق الوصف. والفتره الحاليه افضل شيء تشترك فيه هو برنامج التمارين المنزليه، بحكم ان النوادي مقفله. اول ما تفتح النوادي تختار يا التنشيف يا التضخيم على حسب هدفك. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبك الفيديو سوي لايك وانشر الفيديو للجميع، نبغى الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ونفيد قد ما نقدر من الناس واصحابنا والناس اللي يهمونا. كان معكم انمار، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، سلام.